مصطفى المراني، مرحبا بك على موقع البطولة. مصطفى المراني، أيام قليلة المباراة الحسم والمباراة ديال الأحلام، كي كتشوفوا هذه المباراة؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، حنا عارفين بأن الجمهور ديالنا ماشي بخير علينا، وغادي يساعدنا من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة. اللي نتمنى من الله هو نكونوا حاضرين في هذا اللقاء ذهنيا وبدنيا باش نحققوا المبتغى ديالنا إن شاء الله. واش غياب الزكرومي غادي كنعرفوا بانه كدير انت ويا انديو ايفيكاس، واش ما غادي يخليش شي اثر على المردود ديال الدفاع ديال فريق المغرب الفاسي؟ شنو لك بالنسبه لك؟ بالنسبه لفريق المغرب الفاسي ما كيعتمدش على لا على لعاب ولا على جوج لعاب، لا التكتيك كامل كيف المستوى، كي ما تيكونش واحد تيكون الاخر تيكون حتى هو في المكان ديالو وكيأدي الدور ديالو حتى هو. اللي نتمنى من الله هو اي واحد عوض لاعب سكرو باش يكون في المستوى ان شاء الله. شكرا مصطفى، كل سنه وانت بخير.